حذرت منظمات فلسطينية مما سمته ظاهرة الهدم الذاتي، وهي الحالات التي يقوم فيها الفلسطينيون بهدم بيوتهم بأنفسهم في القدس الشرقية. ديمة حمدان والمزيد من المتابعة. كان يفترض أن تكون هذه غرفة لأطفاله الثلاثة، لكن أشرف رب الأسرة التي لم تتسع لها غرفة واحدة اضطر لهدم منزله بنفسه، فقد أقام هذا البناء بدون ترخيص، والمحكمة الإسرائيلية أمرته أن يتخذ خيارا من اثنين. طالبوا إذا إحنا بنهد بإيدينا ما بدفعونا غرامة، أما إذا هم نزلوا هدوا بدفعوا كل واحد 80,000 شيكل، فإحنا انجبرنا أنه نهد بإيدينا، منين نجيب 80,000 شيكل؟ المنزل في الأساس مكون من هذه الحجرة فقط. أشرف كغيره من سكان البلدة القديمة لا يمكنه الحصول على ترخيص لتوسيع منزله، لكنه يرفض الخروج من البلدة. إحنا البلد هون عشنا فيها، خلقنا فيها وبدنا نضل فيها، مش رايحين، مش مفكرين نطلع ولا نحرك أي إشي من هون. المساحة التي يسكنها الفلسطينيون في القدس الشرقية لم تتسع منذ عام 67، على الرغم من ارتفاع عدد السكان الذي يقدر حاليا بنحو 250,000 نسمة. 10,000 كيلومتر مربع فقط هي كل ما تسمح الدولة للفلسطينيين بالبناء فيها، لكن الحصول على تراخيص أمر شبه مستحيل، ما يدفعهم للبناء بدون إذن. القانون يقول ممنوع البناء بدون ترخيص، الحصول على ترخيص مستحيل أو شبه مستحيل، نظرا لأن لجان التخطيط والبناء التي هي إسرائيلية 100% تقرر المناطق المسموح بها بالبناء، وبالتالي الفلسطيني لا خيار له لكي يؤمن مسكن له ولعائلته إلا أن يبني منزلا في 99% من الحالات بدون ترخيص. لا أحد يعرف بالضبط عدد الحالات التي اضطر فيها الفلسطينيون لهدم بيوتهم بأنفسهم تجنبا للغرامات التي تفرضها الدولة عليهم في حال إرسالها لمن يقوم بالهدم. مصادر الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل هدمت 670 منزلا منذ عام 2000 لأن أصحابها لم يحصلوا على تراخيص. الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على الموضوع، لكن موقفها المعلن هو أن سكان القدس يمكنهم البناء إن اتبعوا قوانين الدولة. بحسب القانون الدولي فإن هذه البلدة هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي لا ينبغي أن تنطبق قوانين إسرائيل على هذا المكان. حتى حلفاء إسرائيل يطالبونها اليوم بوقف سياسات فرض الأمر الواقع، ولكن في غياب أي ضغط حقيقي فإن السكان الفلسطينيين يخشون أن يؤدي هذا الضغط إلى حرمان البلدة القديمة من هويتها العربية. ديمة حمدان، BBC، القدس.